قبل سنوات ثلاث كانت مدينة بصرى الشام تمثل إرثا تاريخيا غاية في الأهمية على لائحة التراث العالمي، لكنها اليوم تمثل نقاط استهداف للنظام السوري بمختلف الأسلحة من هاون وبرامل متفجرة، إضافة إلى الصواريخ الحرارية التي عمد النظام إلى قصف السيارات المدنية الخارجة والداخلة للمدينة بها، الأمر الذي لم يترك خيارا أمام السكان سوى سلوك الطرقات الترابية المرصودة بقناصة النظام. اللي ما بربطنا بالقرى المحيطة فينا غير طريق وحيد ترابي. نحن هون الحي الشرقي تقريبا نسبة 70% من البيوت ومنازل المدنية كلها تدمرت بسبب القصف اليومي والاشتباكات اليومية، ويعتبر الحي الشرقي ومدينة بصرى الشام بشكل عام خط مواجهة أول. وبالنسبة للمساعدات المدنية والمساعدات الإغاثية قليلة تصل بسبب صعوبة التنقل والوصول للقرى المجاورة واستهداف الطريق الوحيد اللي بيصل الحي الشرقي بالقرى باستهدافه بالصواريخ الحرارية من قبل دشم وحواجز النظام. الحي الشرقي وقسم من الحي الغربي يقع تحت سيطرة الجيش السوري الحر، محاولا حماية من تبقى من المدنيين من سطوة اللجان الشعبية والمربع الأمني في المدينة، الذين لم يكتفوا بتدمير 70% من المناطق المحررة، بل عمدوا إلى تخريب المناطق الأثرية التي تعود إلى العصر الروماني، وتشكل تراثا يخص الإنسانية، دون أن يتحرك ضمير العالم لا تجاه 350 مدنيا خسروا حياتهم من أبناء المدينة، ولا اتجاه حجارة تحكي قصة التاريخ والحضارة.